تنفيذا لتوجيهات محافظ صلاح الدين، باشرت الملاكات الفنية والهندسية في قائمة قومية قضاء ضلوعية رفع تجاوزات وتبليط الشارع العام في منطقة الحويجة البحرية لتحسين الواقع الخدمي بالمنطقة وتسهيل حركة المواطنين. الزميل جاسم الأبو جاسم والتقرير التالي. تنفيذا لتوجيهات السيد محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل قائد حملة الإعمار والخدمات الكبرى، باشرت الكوادر الفنية والهندسية برفع التجاوزات لمنطقة الحويجة البحرية لطريق بطول 3 كيلومتر يمتد من نهاية المنطقة إلى الجسر الكونكريتي وبعرض 7 متر، وكذلك تمت المباشرة بإكساء وتبليط الأفرع الداخلية الرئيسية بعد أن تم رفع التجاوزات عنها. العمل سبقته أعمال أيضا، بداية الشارع الرئيسي للحويجة البحرية طوله 3 كيلومتر، تم رفع كافة التجاوزات على الشارع على طول على الجهتين الطريق، أيضا تم رفع التجاوزات في مجموعة من الطرق الفرعية الرئيسية. العمل يشمل طرق فرعية رئيسية ضمن المنطقة لتسهيل حركة المواطنين، وبعد الطرق الفرعية الرئيسية الطريق الرئيسي اللي هو من نهاية الحوجة البحرية إلى مدخلها عند الجسر الكونكريتي. سيتم إن شاء الله تبليط هذا الطريق بعرض 7 متر حتى يكون طريق مناسب وملائم لهذه المنطقة. الطرق الفرعية اللي بلطناها تقريبا كملنا 60 إلى 70% من المشروع، واللي شملت 90% من الفروع الغير مبلطة في كل منطقة الحويجة. إن شاء الله خلال فترة قريبة نصل إلى المرحلة النهائية اللي هي منطقة الجسر، وبالتالي نكون خاتمين مقدمين خدمة بنسبة 80% لمنطقة الحويجة بشكل عام. نحب نشكر أهالي المنطقة على ما قدموه من تعاون منقطع النظير مع الكوادر المنفذة للإكساء شوارع الحويجة البحرية. تعاونهم جيد معنا كل مجالات، طبعا ترحيب وتعاون برفع التجاوزات وما شابه. رحب جميع أبناء المنطقة بهذه الحملة الكبرى والتي شملت منطقتهم الحويجة البحرية، مثمنين جهود الدكتور المهندس عمار جبر خليل، وإن أقواله ترجمت إلى أفعال وعلى أرض الواقع، باذلين أقصى جهودهم بالتعاون مع الجهات المنفذة من أجل إكمال تلك الخدمات والتي لم تقدم لهم منذ عقود. إحنا كمنطقة إحنا العمل ملموس وموجود يعني على الأرض، ويعني شغل يعني أخوة شغل، ومتعاونين إحنا وياهم وكيفين بهم هالشغل هذا. الأعمال جيدة جدا إن شاء الله، ونشكر السيد المحافظ ونشكر اللي قائمين على العمل الشركة المقاولة المنفذة، وشكر موصول للقيم للسيد القائم مقام قائم مقام الضلوعية، ونشكركم جميعا. كل الناس متجاوبة وكلها رفعت التجاوزات تنفيذا كلام السيد المحافظ، الكل تجاوبت. عندما تترجم الأقوال إلى خدمات ويشعر بها المواطن، أكيد تكون خلف ذلك إدارة ناجحة. لقناة صلاح الدين الفضائية، جاسم أبو جاسم، الحويجة البحرية.